أما سؤالي لكم فإني أسألكم يا أهل عمان، أخبرونا أخبرونا عن عشبة الحب العمانية التي تنبت في أرضكم فتسقونها كل من جاء لكم، فما لقيت أحدا عاد من عمان إلا عاد عاشقا لأرضها محبا لأهلها، فأخبروني أي عشبة حب تنبت عندكم؟ عمان لها شرف عظيم أن اسمها ذرف من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتأخذ كل بلاد الدنيا ثرواتها وليبقى لعمان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. ورجع كل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، إلا رسوله إلى عمان بقي فيها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأني بعمر بن العاص رسول رسول الله إلى عمان يقول: قيدني أهل عمان ومن وجد الإكرام قيدا تقيد. وفي هذا تشريف لعمان وأهلها أن تكون البداية بذكرهم.